في مدارس الوطن العربي لمادة اللغة العربية في الصف السادس الأساسي. سنكمل ما تبقى من الوحدة. سننتقل يا طلابي الآن إلى صفحة 38 للتعرف على المعجم والدلالة، وأرجو منك طالب العزيز أن تركز على هذه المعاني التي سنقوم بقراءتها جيدا. أضف إلى معجمك اللغوي: جديرين، جدرة أي صار خليقا أي مستحقا، الرحبة الواسعة، عديم الاكتراث غير مهتم ولا مبال، يعضد يقوي ويعين، التنوير الهداية إلى الحقيقة. سؤال 2: بهذه هذا السؤال جاء فرق في المعنى، وفرق في المعنى كما تعلمون أيضا أن هناك تكون نفس الكلمة أي مشترك في اللفظ، ولكن هناك اختلاف في المعنى. ما معنى ما تحته خط فيما يأتي؟ فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية. باء: طبخت جدتي الطعام في قدر كبير. هنا عزيزي الطالب انتبه أن القاف الأولى جاءت مفتوحة والقاف الثانية جاءت مكسورة، وهنا اختلف في المعنى. فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية جاء بمعنى مقدار أو حجم. باء: طبخت جدتي الطعام في قدر كبيرة، هنا جاءت قدر وليس قدر بمعنى وعاء كبير. 3: استخرج من الفقرة الأولى ضد الكلمات الآتية، وأرجو عليك عزيزي الطالب. سؤال 3: استخرج من الفقرة الأولى ضد الكلمات الآتية. سننتقل عزيزي الطالب إلى الفقرة الأولى لنستخرج هذه الأضداد: عام، عكسها أو ضدها، خاص، السلبية، إيجابية، مدخلاتها، مخرجاتها. السؤال الرابع: هنا عزيز الطالب لتعلم أن هنا أيضا جاء هناك مشترك في اللفظ، وعلينا الآن أن نعرف دلالة هذه الكلمة قد اختلفت من سياق إلى سياق. كلمة عين لها معاني عدة كما تعلمون، والسياق يحكم بالنهاية ما المعنى الذي يرمي إليه. لنقوم بقراءة هذه الفقرة. جاء في رسالة جلالة الملك: والفجر إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة، وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما. هنا السؤال: ما معنى كلمة عين هنا؟ ثم ابحث في المعجم عن معاني أخرى. العين كما تعلمون هي التي يرون بها، وهي عضو من الإبصار. ما معنى كلمة عين هنا؟ ثم ابحث في المعجم عن معاني أخرى. العين كما تعلم هي عضو من الإبصار والتي نرى بها، والعين أيضا الدينار، والعين السيد، والعين نبع الماء، والعين الجاسوس. ولكن إلى ما يرمي هذا النص بكلمة العين؟ العين يقصد بها تبصيرهم بحقيقة ما يجري. الآن سننتقل إلى الفهم والاستيعاب والتحليل، ولكن علينا أن ننوه هنا أن جميع الإجابات كانت إجابتها موجودة من الفقرات الموجودة في الدرس. سؤال رقم 1: وضح التحديات التي يواجهها الشباب. الإجابة هنا من النص: من التحديات أنهم انقطاع الأوزع في المجتمع، فمسؤوليتهم كبيرة، وأنه من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم، لذا فهم سيتحملون نتائج التنمية. سؤال 2: بين الأمور التي يريدها جلالة الملك من شباب الأردن. بأن يكونوا على قدر المسؤولية وجديرين بحملها لبناء مستقبل الأردن الزاكي. سؤال 3: لماذا يستودع جلالة الملك الشباب مستقبل الأردن؟ لأن مستقبل الأردن أمانة في أعماقهم، ولأنهم غدا
الوطن وآخرهم الرهبة وهم قادة المستقبل. السؤال الرابع، ما الأمان التي ينتظرها جلالة الملك من الشباب في الجامعات والإعلام؟ أن يكون في الجامعات ماذا أولا سننقصد إلى ما كان في الجامعات ومن ثم ما كان في الإعلام؟ أن يكون في الجامعات منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانضباط. وفي الإعلام أن يجعل إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما. السؤال الخامس والأخير، ما المسؤولية التي يشير إليها جلالته في الفقرة الأخيرة؟ مسؤولية بناء مستقبل مشرق للوطن والحرص على تطوره ونموذجه. وهنا قد أنهينا النص مع أسئلته والمعجم والدلالة واستخراجه معني. نتمنى لكم التوفيق.